السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على هذا المشرف يعني في ورطة بسبب ما يحدث للعاب هذاك كيسموه اللعاب هذاك تاع اللي يلعب في راس يعني في زار في ألمانيا، يعني وين راه يضغط عليه. وقال لك المدرب، قال لك بعض الاخبار بان المدرب يعني غاضب منه بسبب اخرى كيسموها، قال لك بسبب قال المغامره كما الضربه تاع كيسموه يا ربي مي ماشي يعيط له كوب دافريك، ما بغاش يعيط له كوب دافريك اللي فاتت. طوبه احمد طوبه خرج علينا هذاك مومنش، قال لك لا بسبب ستوري اللي دارها. سبب ستوري رجاله تدخل سكرير، رجاله يدخلوا سكاره للاخرى للتربص. الناس ولا تدخل سكاره التربص تاعي على ستوري ما بغاش. والناس كانت تدخل سكاره خابطين حدايد على بالك حدايد، ويجوا مدام هذوما فما في ذاك اللي يجيبوا له يعيطوا يخرجوا ديريكت يلقاو في وجهه كلش. نهار لهنا في سبتمبر نتاع شاسرا ولا في سبتمبر ولا في الازيت في وهران نتاع شاسرا ولا صاحبي مالك وعلى ولا قالوا بلا نلعب ونعاود نولي بالخف مالك وما مشي فيها انتو ما بقتوش ولا على ذيك اليوم. وين يواصل المدافع الجزائري الاصل يعني في زار يعني الاحراج هذا المشرف الذي لم يوجه له الدعوة لحضور تربص شهر مارس الماضي مع المنتخب الجزائري. يا ولي ما يجي يعيط له وعنده عطال وعنده من ورا بن سبعيني راه صاب له بلايصة بن سبعيني راه صاب له عطال بلا يديره هناك ولا يديره غارديا ولا يديره ما يسمعش فيه. ويواصل المدافع الجزائري الأصل في زار يعني بإحراج هذا المشرف الذي لم يوجه له الدعوة لحضور تربص شهر مارس الماضي مع المنتخب الوطني الجزائري. واستمر المدافع الأيمن يعني في زار في توجيه رسائل قوية ومباشرة لهذا المشرف على المنتخب الوطني الجزائري يعني بعدما قدم أداء متميز مع يعني بريمن بداية الأسبوع الحالي في الدور الألماني. ورغم كونه ظهير أيمن وينحرك براس مؤشر عدد صناعته للأهداف إلى مستويات الأعلى، إذ ساهم مساهمته يعني المباشرة في عودة ناديه بريمن بنقاط التعادل إيجابية من ملعب مضيف يعني مينز. لعاب كبير لعاب نتفرجوا فيه أنا نتفرج عليه أنا كاني نهدر نتفرج عليه خويا أنا نتفرج عليه يعني لعاب في المستوى لعاب هذا مكان لا من هذا لعاب أفضل ولي كيف عطال تحشم باش تقول بلي هذا خير من عطال. قول هذا خير وصايك خاطش عطال مكاش أصلا عطال مكاش عطال نصنع في 2017 صنعوه ناس في 2017 وكما صار شاهد عطال يبهدل الدفاع تاع الخصم. يا بصح أنا عطال كي نشوفه شفتها مع بابي، أنا شفت بابي داه جري، عاود ولا جري، عاود رده جري، طرطق له لي قامو طرطقهم له، أنا شفت لاحقو تسطو قذب بخضو جا خارج لي قامو طرطقهم له أسيما، الروسو لا تقطعو، طرطقهم له تجي تقول لي شاهد عطال، شاهد عطال، عطال لعاب، ليام العوجة برك يا ذا مكان، ليام كي دارت. وهذا مدرب هذاك مشي رجاله جابولو كوب ديموند هذا يجيبها او على كوب ديموند قلتلك هذاك مشي رجاله جابو كوب دافري او على ما يجيبهاش 2022 العام اللي فات خرج بدون فوز ماتش ليل زوج انهزامات على ما يجيبهاش. مدرب تبدل منتخب وطني تبدل غي هما لعابه غي هما حتى ذاك اللي يروح يسيبورتي ذيك الجماعه اللي يروحوا يسيبورتو اللي يضربوا ساكسون يعني غير هم حاجه ما تبدلتش. اشتايا اللي تبدلت اشتايا اللي وخرت الشكاره والرجاله مكاش هذا مكان كي مكاش الرجاله
يعني ولد ويما الدور يقلبزوك ويطيقو طيقو هذه هي. ورغم كوني ظاهر ايمن وين شادنا وين وفضل وين عن صناعه يعني وين نقولوا صنع اللاعب الجزائري الاصل احد اهداف فريق بريمن في تلك المباراه والتي انتهت بهدفين لمثلهما ورفع رصيده يعني تمريراته الحاسمه الى 10 هذا الموسم الحالي في بطوله المانيه لكره القدم. وفضل عن صناعته 10 اهداف يملك فيزار يعني هدف واحد في رصيده التهديفي، ما يعني انه ساهم في تسجيل 11 هدف لفريقه منذ بدايه الموسم الحالي من منافسه الالماني في البطوله الالمانيه. كما ان الصاحب 28 عام يعد واحد من الركائز الاساسيه للنادي بريمن، حيث ضيع 3 جولات فقط من المنافسه البطوله بمشاركه في 24 مباراه من 27 جوله، من 27 لعب 24. وكان فيزار يعني كشف رغبته الكبيرة في خوض تجربة يعني دولية رفقة المنتخب الوطني الجزائري أسبوع قبل انطلاق التربص، يعني في تصريح أثر جدال كبير. وقال المدافع الأيمن أنه إنها مغامرة رائعة يريد خوض تجربتها رفقة المنتخب الجزائري، وهو الأمر الذي أغضب هذا المشرف حسب تسريبات صاحبة البلد الألماني، يعني من أن هذا الغضب كثير من عبارة المغامرة التي استعملها ظاهر أيمن للنادي في بريمن خلال كشف حلمه وباللعب لكتيبة الخوض بما أن أصوله جزائرية من جهة الأم. يعني مستعد على أغضابه، على أغضابه. حنا هذيكم نقولوا بلي حنا المدرب راه يخدم باطل، لا مدرب يدي 6 مليار في الشهر وكيجي هنا يدي 10 ملايين في النهار بلا سالير تاعو امتيازات وزيد عنده اشهار تاع موبيليز، يعني السوناطرا كامله تدبر له سوناطرا سنيات حسب الكونترا تاعه وحسب الاموال شحال يدي في العام. يعني لو انت يا لا انت لا تخلع صاحبي، والله لا تخلع انت ولا غير كنت غاضتكم ميكال كيما لعاب هذا عذر ما عندوش خلفيات، هذا لعاب عندوش خلفيات نورمال عادي اهدر قال بلي ودي عندي مغامره واش غادي يقول لك بين ندير حرب ولا او نتوما هادو شادي نتوما بيت هادي على بالك هادي تاع واحد قاعد عند الباب، واحد قاعد عند الباب عساس عند الباب ويكره الخدامه ويكره فين يكره زوج ولا ثلاثه خدامه هاك خدامه على بالك كلمو عارف بلي غادي يقلع لهم سوايع اش قال لهم؟ قال لهم تجو بكري روطار تجو روطار روطار تجو في الوسط تجو في الوقت اللي شاد روطار المهم روطار المهم يدبر لهم شوف يدبر لهم سبه يدبر لهم سبه. هذه تاع تعلق المدرب غاضب مدرب كره باطل كره يا كره يصدق علينا ولا راه يصدق على المنتخب؟ لا حنا خويا جيب اللعابه راه هذيك العقلية تاعنا ستان غوب وهو الهضرة قال يهدرها كان متناقض مع روحو قال بلي أنايا مانيش ما عنديش عرس باش لي نجيبو نعرض اللعابة ولا أنا ماناش عائلة أنا اللي يكون عنده وهو قال الهضرة تاعو دار عليها أخ ما قالكم لو كان عندي لعاب يلعب في الريال ويقعد رو بلاصو ما عيطلوش ومن بعد ولا بن عمري يروح راقد الناس راقدة نني 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 يجيبهم يلعبو غير تالي الماتش دو بارات مي داقا مع فيغولي فيغولي انا داقيت معاه دابست معاه في سيدي موسى علاه هراوة بيناتهم وعايرك وقالك تمشي مدرب وراح وخلاك واو لله تحداكم الى مكاش هادي وقدامكم كاع علاه قلنا علاه عايرك وما عطوكش تهدر معاه هادي هي راك تحوس ترونجي فيه دروك قالك انا حقيقة ما لعبتش في لالي نلعب في الروتور انت لعبتني في الباطل دكدكته عنده شار عنده حاجة باش يروح يلعبها كوب دي مود عشان هردهم 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 بسبب الافكار تاعك اللي مكاش كاع والله ما عمري انت يا كاع.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا باش ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم وصحة طولكم.